أهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة والتي نفردها للحديث عن واقع وتطورات العلاقة التركية الإيرانية تزامنا مع بدء المسار السياسي السوري والذهاب إلى أستانا. بداية نتحدث عن واقع هذه العلاقة، ما الذي يشوبها وأين نقاط الاختلاف وأين نقاط الاتفاق فيما يجري من مسار وقف الأعمال القتالية الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بعد الاتفاق الروسي الإيراني التركي. نتحدث عن خطوط اشتباك بين إيران وتركيا، أكثرها في الميدان السياسي أكثر من الميدان العسكري، لنتحدث في ختام هذه التغطية عن نقطة جدا هامة، إلى أي حد يمحو الميزان التجاري والعلاقات الاقتصادية واقع ما يشوب العلاقات السياسية من خلافات. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأرحب مباشرة بضيوفنا في هذه الساعة التي نفردها للحديث عن واقع العلاقات التركية الإيرانية. معي مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بيروت الأستاذ طلال عطريسي، الخبير في الشأن الإقليمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طلال. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك، وأرحب أيضا عبر خدمة السكايب من طهران مباشرة سيد هادي سيد أفقهي، وحضرتك الدبلوماسي السابق، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك سترانيا والأستاذ طلال والمشاهدين الأعزاء. أهلا ومرحبا فيك. بلش فورا من عندك سيد هادي سيد أفقهي، عندما نتحدث عن واقع العلاقات التركية كثر الحديث إعلاميا عن نقاط خلاف تكبر شيئا فشيئا بين الدولتين، إلى أي حد تعتبر بأن الفجوة تتسع بين التركي والإيراني في ضوء الاتفاق الأخير؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شهدت العلاقات الإيرانية التركية هبوطا وصعودا في فصول وفي عناوين مختلفة ومتعددة، وملفات في الحقيقة متداخلة إذا صح التعبير. فالشيء الذي سعت إيران أن تحافظ عليه هو القدر الممكن من تهدئة وتحييد الدور التركي من التدخل غير المبرر في المنطقة، كدخوله إلى الأراضي العراقية وكدخوله إلى الأراضي السورية، وهذا يعتبر اعتداء على سيادة هذين البلدين، كما جاء على لسان كثير من المسؤولين السوريين والعراقيين أن هذا تدخلا سافرا واعتداء واحتلالا للأراضي. فمن هذا المنطلق يعني حاولت إيران أن تهدئ وتلعب دور الوسيط، حتى كانت تصل طبعا في اللقاءات الغير معلن عنها إذا صح التعبير أو السرية، كانت تلوم وتعتب وحتى ربما تتلاسن بعض المقامات وبعض المسؤولين الإيرانيين مع المسؤولين الأتراك، إنه هذا الوضع غير قابل وغير محتمل، يعني غير قابل للتحمل. فيما يتعلق بالملف التجاري والاقتصادي، الملف التجاري والاقتصادي خلينا نتحدث عنه بعدين لو سمحت لي سيد هادي سيد أفقهي، عندما نتحدث عن المجال الاقتصادي سنتحدث عنه لاحقا، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى أستاذ طلال عطريسي. أستاذ طلال، في ضوء ما يتحدث فيه ضيفنا من طهران، إلى أي حد أساسا الاتهامات التي وجهتها طهران إلى أنقرة بتواجد الأتراك في سوريا ووصفهم بعدوان على الأراضي السورية وسع هذه الفجوة، بأن الموضوع أكبر من ذلك بكثير؟ لا، هو في الأصل العلاقات الإيرانية التركية كانت علاقات إيجابية قبل أزمة في سوريا تحديدا، يعني الذي يعني وتر هذه العلاقات إلى حد كبير ولكنه بقي تحت السيطرة هو الدور التركي في سوريا، لأن المشروع التركي في سوريا كما نعلم جميعا وكما أصبح أكثر وضوحا بالنسبة للجميع أنه راهن على تغيير النظام وسقوط النظام، وأن يصبح يعني من يأتي حاكما في النظام الجديد أن يصبح تحت الوصاية التركية أو ملحقا بالسياسة التركية في المنطقة. هذا أولا. ثانيا، تركيا لعبت دور كبير
وواضح في دعم ونقل وإرسال السلاح إلى المجموعات المسلحة في سوريا. يعني لعبت دورا قويا ومباشرا، وربما لولا الدور التركي لكانت تغيرت يعني خارطة الحرب في سوريا منذ زمن بعيد. وهذه المسألة ليست يعني اتهاما من جانب الطرف المختلف مع تركيا، بل تحدث عنها الأمريكيون الأوروبيون، نائب الرئيس الأمريكي أوباما تحدث عن أن حلفائنا هم يرسلون السلاح إلى مجموعات متطرفة في سوريا. إذن هذه كانت نقطة خلاف أساسية وجوهرية واستراتيجية مع إيران. طبعا إيران حاولت بالطرق السياسية والدبلوماسية أن يعني تحد من هذا التدخل، تحد من هذا الدور. وصل الأمر في بعض الأحيان إلى التصريحات القاسية الاتهامية العلنية، لكن هذا الأمر لم يغير في الحقيقة في السياسة التركية. لهذا السبب كان يعني التحول إلى العمل الميداني الذي يعني كان هو الحد من التدخل التركي في إنجاز يعني تحولات مثل حلب مثل غير حلب، لكن هذا الأمر يعني كان يعني ثمنه تضحيات كبيرة. في نفس الوقت إيران لم تقطع العلاقة مع تركيا، ربما وجدت أنه من المصلحة أن تبقى خطوط التواصل، لأن تفجير كل العلاقات في وقت واحد في المنطقة ربما يصعب بعد ذلك إيجاد أطراف. ولعل الشعرة التي حافظت عليها طهران هي واقع العلاقات الاقتصادية والميزان التجاري وواقع التبادل الاقتصادي، سنأتي للحديث عنه وبالأرقام بطبيعة الحال. سيد أفقهي، عندما نتحدث عن خطوط الاشتباك نعرف تماما بأنها تعقدت إلى حد ما بين التركي والإيراني، إلى حد أننا نقول بأنها توسعت في المجال العسكري وفي المجال السياسي. يعني نبدأ بالحديث من التصريحات التي وردت. وزير الخارجية التركي قال أن إيران منزعجة من التقارب التركي الروسي بشأن سوريا، لافتا إلى أن أنقرة وطهران يدركان حجم نفوذهما ولديهما آراء مختلفة خصوصا حول عدد من القضايا الإقليمية. أتت تصريحات أخرى تتحدث وتتهم الإيراني بأن يعني تواجد حزب الله في سوريا عرقل أساسا أن يكون هناك توافق كبير بين التركي والإيراني في باقي الملفات، الأمر الذي رد عليه دبلوماسيون إيرانيون من قلب دمشق باتهام تركيا بأنهم قاموا بعدوان على الأراضي السورية وبأن تواجدهم داخل الأراضي السورية هو أمر غير قانوني ولا ينسجم أساسا مع القانون الدولي، وما إلى هنالك من الكثير من النقاط والاشتباك في هذه المسارات. إلى أي حد تعتبر بأن هذا الاشتباك قد يتوسع في الأيام القادمة، ومن يستطيع أن يردم هوة الخلاف بين الطرفين؟ يعني شوف السفراني، نحن لسنا مسؤولين عن التصريحات حتى الاستفزازية التركية التي تصل بعض الأحيان إلى اتهامات يعني جزافا. نحن لا ننسى بعد الانقلاب العسكري الفاشل وبعد المبادرة التي قام بها الدكتور ظريف وزير الخارجية الإيراني، وقف إلى جانب الحكومة التركية بأنها يعني منتخبة من قبل الشعب التركي، وهذا انقلاب ضد مصالح الشعب التركي وما إلى ذلك. والتصريحات يعني الودية التي أطلقها السيد محمد جواد ظريف، بعدها ذهب مع الأسف وزير الخارجية التركي إلى السعودية واجتمع طبعا في اجتماع كان لزعماء دول الخليج، وصرح تصريحات يعني عجيبة وغريبة ضد إنه إيران هي في الحقيقة تعيث في المنطقة وتتدخل في شؤون المنطقة، ويجب أن تكف إيران عن إثارة النعرات الطائفية. يعني كلام غريب. هم يركزون على هذه اللغة الطائفية المقيتة، وإيران تسعى أن يعني أن على الأقل تخفف من وتيرة هذه التصريحات النارية وغير الدبلوماسية. يعني نرى من الأتراك مع الأسف سلوك ليس سلوك رجال دولة، يعني السلوك في الحقيقة أنا أسميها الزعرنة السياسية إذا صح التعبير، يعني مع احترامي للمستمع المشاهد الكريم، زعرنة سياسية. هذه أردوغان يعني يتكلم بكلام غير دبلوماسي ولا ينطبق مع سلوكيات رجال دولة. يعني هذه التصريحات حاولت أن تبلعها وتبتلعها إيران وتغض النظر كي تهدئ من وتيرة هذا التشنج، ولا أعلم يعني ماذا سيدفع تركيا من خلال هذه التصريحات النارية ضد إيران، وهم يعرفون أن نحن
بقدر ما نحافظ على التهدئة في إيران، نحافظ على التهدئة في تركيا، نحافظ على وندافع عن مصالح الشعب التركي. نحن لا نؤيد الحكومة التركية 100%، نحن نؤيد ما يتطابق ومصالح شعوب المنطقة. يعني عندما دار الحديث ستراني عن الاستدارة التركية، نحن يعني لسنا كنا واثقون من أنه هذه الاستدارة استدارة حقيقية، ولكن رحبنا بها أنه عسى ولعل أن تكون هذه الاستدارة حقيقية، وعسى أن يعيد التركي حساباته فيما يقوم به في الحقيقة من مجازفات، من إثارة نعرات، من تدخلات، ومن دعم للإرهاب وما إلى ذلك. يعني بغض النظر عن الإعلام والتصريحات النارية السلبية طبعا، فكل هذا تتحمله إيران من أجل ماذا؟ من أجل أن تهدئ الأوضاع في المنطقة، من أجل أن تبقى هناك فرص للعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار الإيراني التركي، الإيراني السوري، التركي السوري إذا صح التعبير، إذا سنحت فرصة. يعني أنا لا أدري عن ماذا يبحثون الأتراك وماذا يريدون من هذا التخبط ومن هذه التدخلات ومن هذه المغامرات والمجازفات والمقامرات التي يقومون بها. فحقيقة يعني الدولة الإيرانية، الحكومة الإيرانية، المسؤولين الإيرانيين في على مختلف الصعد، خذي من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان إلى وزير الخارجية، يعني حقيقة حتى يعني الشخصيات الأمنية متحيرون وواقفون أنه ماذا تريد تركيا كي نساعدها إذا كانت مطالبها مشروعة، إذا كان عندها خطط عقلانية نساعدها في عقلنا في الحقيقة وظائفها وعقلنا تصرفاتها وسلوكياتها الدبلوماسية. طيب يعني إذا أردنا أن نتحدث بهذا الميزان أستاذ طلال عطريسي ضيفي من لبنان، يعني ما الذي يجعل اليوم هذه اللغة تتصاعد شيئا فشيئا من قبل تركيا وأيضا من قبل الإيراني، وإن كان ببعض التفاصيل الكثير يرجح بأن هذه اللغة التصعيدية جاءت على أساسا عدم الثقة الكثيرة أو عدم الثقة أساسا الإيرانية بالتركي في واقع ما تم الاتفاق عليه مؤخرا، دبلوماسية خشنة هكذا وصفت في بتداعياتها في المرحلة الأخيرة، لكن إلى أي حد تستفيد تركيا من التصعيد في هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات؟ يعني هو بالمقارنة في الحقيقة التصريحات الخشنة وال يعني المتفاوتة والمتناقضة هي من الجانب التركي غالبا، يعني في أحيان قليلة يرد المسؤولون الإيرانيون على بعض التصريحات، وغالبا هي رد وليست ابتداء. يعني ولو قمنا برصد التصريحات والمواقف سوف نتبين أن هذا الأمر صحيح، أن الذي يبادر دائما إلى تصريحات تهاجم إيران أو تتحدث لغة طائفية أو تتحدث عن علاقات إيجابية ثم تنتقل إلى كلام آخر. يعني المشكلة هي في وضوح الموقف التركي، ماذا تريد تركيا حقيقة؟ هل فعلا تريد قطع العلاقة مع التنظيمات الإرهابية؟ هل تريد أن تقطع العلاقة مع جبهة النصرة؟ هل تريد وقف إرسال السلاح كما يعني تبين منذ يومين أنها لا تزال ترسل السلاح وهناك ضباط دون العمليات في إدلب والمناطق والبلدان والمدن المجاورة؟ هل هي فعلا منخرطة في حل سياسي للأزمة السورية، أم أنها يعني تسير بأكثر من سياسة؟ من جهة هي تتفق مع الروس من أجل حل سياسي، الذهاب إلى الأستانة للتفاوض، من جهة ثانية هي تلعب ورقة المسلحين، تحاول أن تضغط على إيران، تقول أن حزب الله يجب أن ينسحب لترضي دول الخليج أو بعض دول العربية أو ترضي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعلم تماما أن يعني لا روسيا ولا إيران ولا النظام في سوريا يمكن أن يقبل بمثل هذا الطلب، وأن معيار أحقية هذا الدخول هو النظام في سوريا، هو الذي يقول بأنني أنا أقبل بهذا الوجود أو أرفض هذا الوجود. لهذا السبب المشكلة هي في يعني ماذا تريد تركيا. أعتقد أن تركيا يعني تحاول أن تلعب على أكثر من مسار في الوقت نفسه. الوضع الداخلي في تركيا، أردوغان يعمل من أجل أن يكون الرئيس المتوج من الآن ولغاية يعني 2029، ويحاول أن يرتب الأمور الداخلية. علاقاته متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا، مع العراق العلاقة متوترة،
مع إيران العلاقة متوترة. إذن بتقديري هذا ينعكس تصريحات متناقضة ومتوترة. من جهة هو لا يريد يعني أن تزعل السعودية منه، لكن في الوقت نفسه هو لا يريد أن يعمل كما تشاء السعودية. إذن هناك هذا الارتباك من دولة يعني قوية ولها حضور في المنطقة ودولة مهمة، تصريحاتها وموقفها متناقضة مع حجمها ومع دورها. إذن هناك مشكلة في تركيا فيما تريد وفي السياسات التي تمارسها، والتي تنعكس تصريحات متناقضة. تارة يعني يذهب المسؤول في الخارجية إلى إيران ثم يعود ويطلق تصريحات ضد إيران، تارة يتحدث عن علاقات إيجابية ثم يتحدث بلغة طائفية ومذهبية. هذا أمر لا يعكس يعني استقرار ووضوح بالنسبة إلى أي دولة من دول العالم. طيب لو سمحت لي سيد أفقهي، عندما نتحدث عن واقع التوتر الذي يزداد مع بين الإيراني وبين ومع التركي، نتحدث كما يقال في العامية الأمر الذي زاد الطين بلة دائما، هو واقع ما تسعى له إيران كما يراه البعض ويتابعه بأنه محاولة لاستفزاز التركي من خلال توثيق علاقات أو على الأقل التقارب بين إيران وحزب الاتحاد الديمقراطي. نتحدث عن هذا الحزب الكردي الذي تعتبره إيران خطا أحمر لا بل أمر يمس بالأمن القومي التركي إلى حد كبير. هل تعتبر بأن هذا التحرك الإيراني مقصود لاستفزاز تركيا، أم يأتي ضمن واقع العلاقات التي تسعى لها إيران في المرحلة الاستراتيجية القادمة من تاريخ هذا البلد أو مستقبل هذا البلد؟ يعني ليس في وارد السياسة الخارجية الإيرانية أن هي تبدأ بإثارة بعض الفتن أو إثارة بعض المشاكل أو بعض الاستفزازات، هذا ليس في ثقافة إيران الدبلوماسية أساسا. يعني هذا واضح للجميع. بالعكس، يعني دأب إيران هو التخفيف من حدة التوتر في المنطقة برمتها، سواء كان في العراق أو كان في سوريا أو كان في اليمن أو كان في البحرين أو السعودية. هذا من جانب. من جانب آخر، يحق لإيران أن ترتبط بشكل قانوني طبعا وبشكل حقوقي أن ترتبط أو تتعامل مع أحزاب أو تيارات لا بقصد إيذاء أو استفزاز الطرف التركي. هذا يعني شيء وارد يعني وشيء يعني عرف في الثقافة الدبلوماسية. فإيران لا تسعى إطلاقا، ولكن نحن نسمع أن هناك بعض الارتباطات مع الأسف وبعض المعلومات وليس فقط بعض التحليل، أنه في إيران في مجموعة يعني كردي من حزب تيجاك، هؤلاء عندهم ارتباطات يعني يدعمون من الطرف التركي. وعدة مرات يعني قدمت التقارير وقدمت الوثائق والمستمسكات الحكومة الإيرانية للحكومة التركية أنه هذا حزب تيجاك من أين يأتي؟ يأتي من الأراضي التركية. ماذا يفعل في إيران؟ يقوم بنشاطات إرهابية. فلماذا لا تضبط يعني حدودها تركيا مع إيران؟ هم يأتون من داخل تركيا. هل يحق لإيران أن بحجة أن تطارد في الحقيقة الإرهابيين لمنظمة تيجاك أن تدخل الأراضي التركية، كما هي بحجة أنه تريد أن تقاتل داعش دخلت بدون إذن إلى الأراضي السورية ولا الأراضي العراقية؟ فنحن نلاحظ أن إيران يعني تضبط النفس وتحاول أن تحل المشاكل عبر الحوار الدبلوماسي، عبر الحوار السياسي الاثنين بواسطة أمم المتحدة أو بغير واسطة أمم المتحدة بشكل مباشر. هذه هي في الحقيقة ثقافة إيران الدبلوماسية، ومعروف عنها ثقافة الصبر والنفس الطويل والتحمل والممارات أو المحابات إلى أن ننتهي إلى حل ناجع وحل عقلاني ومنطقي، لا أن نستفز بعضنا البعض وحقيقة الجميع يتألم ويتأوه ويشمت بنا العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. فنحن حقيقة يعني نسعى إلى تهدئة الأوضاع، إلى التفاهم، إلى الحوار، وإلى تشديد منطق الحوار ومنطق ثقافة التفاهم والعقلانية الثانية. طيب عندما نتحدث أساسا عن ثقة بالتركي وهي خطوة جديدة سواء بالنسبة للروسي أو بالنسبة للإيراني، إلى أي حد تعتبر بأن تركيا هي تذهب باتجاه صادق أساسا في واقع هذا الاتفاق الذي أبرم؟ وإلى أي حد تعتبر بأن لإيران اليوم خطط بديلة ولروسيا خطط بديلة في حال أفشلت تركيا هذا الاتفاق الذي وقع مؤخرا، لو سمحت أستاذ طلال؟ يعني
الحقيقة الاتفاق الذي وقع أو تم التفاهم عليه لا يزال لغاية الآن غير واضح تماما، المعالم والتفاصيل، لأنه أنا قرأت قبل أن آتي إلى هذه الحلقة أن وزير خارجية تركي يقول بأن لقاء الأستانة هو لقاء تقني. نعم. طيب ماذا يعني لقاء تقني؟ هل هو لقاء للبحث في تفاصيل ميدانية، هنا وقف إطلاق نار، هنا تكون هذه المجموعة، هنا لا تكون هذه المجموعة، ماذا يعني أن تشارك دول أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء تقني؟ يكون معلوما مسبقا أن هذا اللقاء سيكون لقاء تقنيا، كان المفترض أن يكون لقاء سياسيا، ستأتي المعارضة السورية تشارك، وفد الرياض، غير وفد الرياض، إلى آخره. لهذا السبب أنا أعتقد أن يعني ربما تكون الثقة الروسية في تركيا أكبر من الثقة الإيرانية ومن الثقة السورية في تركيا. لكن يعني التحالف في هذه المعركة، في المواجهة، يفترض الذهاب يعني مع هذا الخيار، لأنه يعني الأطراف المتحالفة، سوريا وإيران وروسيا، منذ البداية تبحث عن الحل السياسي وتقول أن الحل في سوريا هو حل سياسي. طيب عندما تقول تركيا أنها توافق على الحل السياسي، يجب أن يقال لها أهلا وسهلا، تفضلي، سنبدأ الحل السياسي لاختبار مدى صحة هذه النوايا. أما ما يمارس فعليا على الأرض كما ذكرت قبل قليل، أن المسار إرسال السلاح وقيادة العمليات لا يزال مستمرا. لهذا السبب أعتقد أنه لا يمكن الاطمئنان تماما، لا إلى هذه المشاركة السياسية، ولا حتى يعني مؤتمر الأستانة، لا أعتقد أنه يعني، أو أنا لا أطمئن تماما إلى أنه سوف يأتي بالحلول السياسية، خصوصا أن الموقف التركي لا يزال موقف غير حاسم باتجاه الحل السياسي وباتجاه قطع العلاقة تماما مع المجموعات المسلحة. طيب لو سمحت لي سيد أفقه، إذا كانت يعني السؤال أيضا في موضوع الثقة بإيران، بالثقة بتركيا، وواضح تماما أساسا أن الإيراني لا يثق أبدا بالتركي ويحذر دائما أساسا من مغبة الغدر من التركي في هذه المرحلة، ما الذي جعل التركي يوافق، عفوا الإيراني أساسا يوافق على أن يبرم اتفاق له علاقة بوقف أعمال قتالية في سوريا مع التركي والروسي؟ لما لم يكن هذا الاتفاق فقط مع الطرف الروسي بالإضافة إلى الأطراف التي قد تكون مؤثرة في المسار الحل السياسي في سوريا؟ يعني دعيني سترانيا أشير إلى ملاحظة هامة. يعني نحن في العرف الدبلوماسي ليس هناك كلمة اسمها ثقة في عالم السياسة وعالم المصالح. هناك اتفاقات، هناك مصالح متبادلة، هناك خيارات، هناك خذ وأعطي. هذا هو في الحقيقة عالم السياسة وعالم المصالح. يعني الحديث عن الثقة، يعني إذا قصدنا بها الجانب الأخلاقي، ليس هناك يعني ضوابط أخلاقية، لا أحد يلتزم بضوابط أخلاقية. كما تفضلت حضرتك أنه مثلا تركيا معروفة بالانقلابات والتقلبات والغدر والخيانة والرياء والنفاق وما إلى ذلك. فإذا في عالم السياسة يجب أن نتحدث عن ضوابط وعن ملاكات وعن ضمانات. هذا هو الملاك. فيما يتعلق بموضوع إيران، أنه هل تثق بتركيا أم لا تثق، لا، نحن من خلال تصرفات تركيا حتى معنا، يعني فيما يتعلق بسعر الغاز، نحن أبرمنا اتفاق موضوع ضخ الغاز إلى تركيا، حددنا سعر محدد، ولكن انقلبت تركيا ووصلت القضية إلى المحاكم الدولية. هذه هي تركيا مع الأسف. أو فيما يتعلق بموضوع عدم دعم الإرهاب، يعني عندما أتى في زيارة، وهذه معلومة دقيقة وربما أنا أكشف عنها لأول مرة عبر التلفاز، عندما التقى مرة، المرة قبل هذه المرة الأخيرة التي أتى بها أردوغان والتقى بالسيد القائد في طهران، لا، قبلها التقى بالسيد القائد في مشهد، كانت أيام العطلة السنوية الإيرانية، فذهب هو وزوجته وعائلته ووفده، ذهبوا إلى لقاء السيد الخامنئي في مشهد، وجلسوا، عندما جلسوا ويعني تبادلوا التحية والسلام وما إلى ذلك والتعرفات الدبلوماسية،
سأل السيد القائد يعني هذه أقولها بدقة، الذي نقلها كلام دقيق، نقل هذا الكلام. سأل السيد القائد أردوغان، قال له كيف إذا كانت هناك مظاهرات، قامت هناك مظاهرات في بعض المدن التركية ووصل السلاح إلى يد هؤلاء المتظاهرين، كيف ستكون ردة فعلكم يا سيد أردوغان؟ السيد أردوغان عرف أنه ماذا يقصد السيد القائد، أنه أنتم الآن تسلحون الإرهابيين وتسلحون في سوريا. بعض نعم. من تمرد على الحكم في سوريا. فهو أنكر هذا وقال نحن لا نقوم بهذا الشيء. قال لا، قال السيد القائد نحن عندنا معلومات يا سيد أردوغان، أنت لا تغطس في الأزمة السورية ونحن ننصحك أن لا تتورط بهذا الكلام. يعني السيد القائد هل سمع هذا الكلام؟ بالعكس، يعني زاد كما تفضلت الطين بلة، وعندما رجع دعم أضعاف مضاعفة وفتح الحدود السورية التركية بمصراعيها على للإرهاب، لدخول يعني أفواج الإرهابيين وكذلك السلاح وكذلك التدريب في معسكرات. يعني هناك ما زالت معسكرات في أدنى وفي هاتاي محافظات تركية وعلى الحدود، يعني هناك دعم استخباراتي، دعم لوجستي. هذه هي مع الأسف يعني حكومة، كيف نثق بهذه الحكومة أو نثق طيب. بوعودها؟ فيما يتعلق بنقطة بس، عفوا أكمل السؤال الإجابة، فيما يتعلق بموضوع هل كان من المفترض أن تتوقع كذلك أو تشارك، يعني تستدعى وتشارك تركيا في هذا الاتفاق؟ نعم، لأن تركيا هي العراب مع الإرهابيين، يعني لا إيران عندها علاقات مباشرة مع الإرهابيين ولا الروسيين. طيب من لماذا هنا يعني تستثنى السعودية إذا خرجت كانت قاتلة. بالنسبة لكم إيران جزء وعراب أساسي في هذه المرحلة، لماذا تستثنى السعودية ولم تكن جزء من هذا الاتفاق؟ يعني هو كان وسيط واحد كي لا تختلط الأمور ولا تتسع، يعني ربما كلما كان الشركاء أكثر كلما تتسع الخلافات في الجزئيات، فاكتفت يعني في الحقيقة المفاوضات بين التركي والروسي والإيراني ووقعوا على هذا الاتفاق، هذه الاتفاقية. وكانت طبعا يعني الحكومة السورية كانت في جزئيات هذا الاتفاق ليس بعيد عن الأعين للمسؤولين السوريين. من هنا كلما كل خطوة كانت تقوم بها إيران أو روسيا كانت تعلم في الحقيقة الحكومة السورية، يعني كانت عارفة الحكومة السورية ورحبت على الحكومة السورية إذا كان حقيقة هناك نية في الحقيقة حل هذه المشكلة بشكل وتوفير الدماء وتوفير الخراب طيب، وصلت والدمار. الفكرة. هذه كانت في الحقيقة نية إيران. طيب لو سمحت لي سيد طلال، عندما نتحدث ما يتم الاتفاق عليه في واقع وقف الأعمال القتالية، مارست كلا دولتين التركية والإيرانية فيتو على دولة أو على فصيل، التركي وضع فيتو على الكردي والإيراني وضع فيتو على السعودي، هكذا تتحدث الجهات التي تتابع أساساً ومراكز الدراسات التي تتابع واقع ما يجري من اتفاقات ومصالح بين الدول الإقليمية فيما يجري أساساً حول موضوع حل الأزمة السورية أو حل الحرب في سوريا. برأيك إلى أي حد ناجح اليوم أو ناجحة فكرة استثناء السعودية في هذه المرحلة واستبدالها بالتركي فقط؟ يعني ربما تكون هذه المرحلة خطوة أولى لهذا السبب، عندما تحدثنا أن مؤتمر الأستانة ليس المؤتمر النهائي، لن يكون هو يعني اللقاء الأول والأخير والذي على أساسه سوف يتم الاتفاق ويبدأ الحل السياسي وتحل الأمور. لا، أنا لا أعتقد ذلك، لأن كما ذكرت أولا لا يزال القتال مستمرا. تركيا هي يعني تحملت مسؤولية التواصل مع المجموعات المسلحة، وربما في مرحلة لاحقة تأتي تشارك المملكة السعودية كطرف أيضا له علاقات مع مجموعات مسلحة أخرى. وأنا لا أستبعد أن يكون هناك يعني تفويض ضمني أو تفاهم ضمني سعودي تركي، باعتبار أن تركيا تمثل وجهة نظر السعودية في هذه المفاوضات. لكن أنا أعتقد أنه حتى روسيا يعني تعمل من ضمن توجه ورؤية أوسع وتريد إشراك يعني معظم الأطراف بما فيها السعودية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر أستانا أو ما بعد الأستانا
لكي يكون يعني يتحمل كل طرف مسؤوليته، خصوصا أن هذه الأطراف لها علاقة مباشرة بالمجموعات المسلحة وبالقتال الدائر في سوريا. طيب يعني إذا أردنا أن نتحدث في الدقائق المتبقية عن واقع وحجم التبادل الاقتصادي بين كلا الدولتين، إلى أي حد برأيك أستاذ طلال يمحو هذا الحجم بالتبادل الاقتصادي الخلاف السياسي؟ يعني إحنا عم نتحدث عن تبادل اقتصادي يصل حسب المعلومات التي يعني قرأناها وتابعناها 30 مليار دولار هو حجم التبادل الاقتصادي بين الدولتين. صحيفة إيرانية صادرة باللغة الإنجليزية قالت أن إيران صدرت إلى تركيا خلال عام 2016 صادرات بلغت حوالي 9 مليون طن من السلع غير النفطية، أي بقيمة إجمالية حوالي 3 بليون دولار. يعني نتحدث عن أرقام كبيرة اقتصاديا بين الدولتين، وعليه نعتبر بأن هذا الحجم بالتبادل الاقتصادي قد يمحو واقع الخلاف السياسي؟ لا، يعني حجم التبادل هو متوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار في السنوات المقبلة، هذا طموح يعني عند الدولتين. لكن يعني هذه العلاقات التجارية النفطية كانت علاقات يعني قوية قبل الأزمة في سوريا، وحتى ما عندما كان هناك حصار على إيران كان السوق التركي والعلاقات التركية متنفس لهذا الحصار. لكن على الرغم من أهمية هذه العلاقة ورغبة الطرفين وليس فقط الرغبة الإيرانية في الحفاظ على هذه العلاقات، هذا لم يمنع الخلاف السياسي والتباعد السياسي خصوصا حول الأزمة في سوريا. وأعتقد أنه بالنسبة إلى الطرفين هناك يعني مصلحة في عدم أن يعني قطع العلاقة نهائيا، يعني قطع العلاقة التجارية والنفطية والاقتصادية، وهذا يحصل يعني حتى مع البلدان الأخرى، يعني حتى بين روسيا وأوروبا، بين روسيا وتركيا، لأن هذه العلاقات ربما من مصلحة الشعبين أكثر مما هي من مصلحة أردوغان أو مصلحة أي شخص آخر في البلد المقابل سواء في إيران أو في روسيا على سبيل المثال. لهذا السبب يعني كخلاصة أقول بأن هذه العلاقات كانت علاقات ما قبل الأزمة في سوريا، استمرت مع الأزمة، لكنها لم تؤثر لا على المواقف التركية كما تحدثنا عنها يعني متفاوتة متصاعدة متناقضة، ولا على موقف إيران المبدئي من الأزمة في سوريا ومن الوقوف إلى جانب النظام ومن الاختلاف مع تركيا حول سياساتها في سوريا تحديدا أو في العراق. طيب لو سمحت لي سيد أفقاهي وأيضا سريعا، يعني إلى أي حد برأيكم حجم التبادل الاقتصادي بين كلا الدولتين سيساعد على إبقاء حالة من التوازن بالعلاقات والمصالح بين كل من أنقرة وطهران؟ يعني دعيني أضرب مثال موضوع يعني المفاوضات النووية بين مجموعة الخمس زائد واحد مع إيران. نعم. يعني أوصى السيد القائد أنه لا يمكن التفاوض حول ملفات غير الملف النووي، يعني فصل الملفات الأخرى عن الملف النووي واقتصر الحوار والتفاوض على الملف النووي. فسياسة فصل الملفات واختصاص مناخات خاصة وأدبيات خاصة وحوار خاص وإلزامات خاصة لكل ملف، هذه من صلب السياسة والدبلوماسية الإيرانية. فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، طبعا حجم التبادل التجاري يعني بسبب تدخلات تركيا السافرة سواء في العراق أو في سوريا خصوصا قلت، يعني بالعكس. نعم كان هناك أمل أن تصل حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، لكن الآن وصل إلى حد 11 مليار دولار بالعكس بسبب هذه في الحقيقة التدخلات من جهة ورفع بعض العقوبات بعد الاتفاق النووي عن إيران والتنفيذ يعني من عبر رئة غير تركية إذا صح التعبير. فنحن نفصل الملفات، يعني لا نخلط الملف التجاري بموضوع الأزمة السورية أو الأزمة العراقية أو الأزمة الأمنية على الحدود التركية الإيرانية وتدخلات ودخول العصابات الإرهابية كفجاك وأمثال فجاك، حزب الكومولي أو الحزب الديمقراطي الكردستان الإيراني الذي الآن بدأ ينشط عسكريا بسبب دعم سعودي وإماراتي وقطري. فهذه لا نخلطها، يعني نقول أنه فلنحافظ على شعرة معاوية إذا صح التعبير لكي نخفف من وتيرة التشنجات والتفاعلات السلبية. طيب. وإثارة الفتن واستغلال إيجاد أرضية لاستغلال العدو لهذه الأرضية السلبية. فإن نحن
نفصل بين الملفات ولا تتدخل هذه الملفات في بعضها البعض. وعلى هذا الأساس توصف بطبيعة الحال واقع الدبلوماسية، أنها مبنية على واقع المصالح بين كل الدول. سيد طلال، في سؤال أخير، في ضوء هذا الخلاف أو هذه الدبلوماسية الخشنة كما أسميناها بين كل من التركي والإيراني، إلى أين نستطيع أن نتوجه بالنتيجة في واقع موضوع محادثات أستانا، أو على الأقل الاتفاق الأخير وقف الأعمال القتالية؟ إلى أي حد سينجح في ظل هذا الخلاف التركي الإيراني؟ يعني أنا أعتقد يعني مؤتمر الأستانا تم التوصل إليه على الرغم من الخلاف في وجهات النظر، والذي فرض هذا المؤتمر في الحقيقة هو يعني الإنجازات التي حصلت في الميدان خصوصا في حلب. يعني ربما لو لم يحصل الإنجاز في حلب لما شهدنا مؤتمر الأستانا، وهذا كان يعني خسارة بالنسبة إلى تركيا. إذن تركيا تذهب إلى مؤتمر الأستانا وقد خسرت ورقة حلب، في حين لا تزال تمسك ببعض الأوراق الأخرى. إذن الذهاب إلى مؤتمر الأستانا لا يعني أن الخلاف لم ينتهي، لكن هو يعني أن نافذة الحل السياسي يجب أن تبقى مفتوحة، ويجب أن تشارك فيها تركيا لأنه لها دور كما أشرنا في دعم المجموعات المسلحة. لهذا السبب مؤتمر الأستانا هو خطوة أولى يجب أن تشارك فيها تركيا مثل ما تشارك روسيا وإيران، لكن أنا لا أعرف تماما ما هي حظوظ هذا المؤتمر من النجاح، خصوصا وأن هناك خلاف حول المجموعات التي ستشارك في هذا المؤتمر. هل النصرة ستشارك؟ هل غير النصرة سيشارك؟ هذه مسائل لا تزال غامضة وممكن أن تعرقل المؤتمر أو تعقد يعني آليات المؤتمر ونتائج المؤتمر. طيب، أشكرك السيد طلال عطريسي الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت. وسؤال أخير لحضرتك سيد أفقهي، في ظل ما يجري من مسارات وحوار ومساعي أساسا للذهاب إلى أستانا وإمكانية نجاح هذا المؤتمر، ما هي صحة المعلومات التي تتحدث عن قلق إيراني ومخاوف إيرانية من التفرد الروسي والتركي برسم مسار الحل السياسي في سوريا؟ يعني في كثير من المرات ربما عزلت إيران أو غفل عن الدور الإيراني تعمدا أو سهوا. إيران لا تكترث بميكانيكية الحقيقة الحوار بقدر ما تهتم بجوهر وماهية هذه اللقاءات وما سيترشح ويرشح أو يتمخض عن هذه اللقاءات. أنا أتصور يعني صرح تصريحا غريبا اليوم السيد لافروف، قال الهدف من عقد الأستانا جلسة الأستانا لقاء الأستانا هو تثبيت وقف إطلاق النار، يعني هذا يقوله لافروف. فكيف نأمل أنه يخرج هذا اللقاء بنتائج يغير كثير من المعادلات أو يغير وجهة يعني في الحقيقة نظر أو وجهة توجه الإرهابيين أو وضع يعني إلقاء السلاح على الأرض؟ أنا أتصور هذا ربما جس نبض أو ربما اختبار أو خطوة تمهيدية للقاء أوسع، لقاء يعني أكثر جدية وأكثر احتواء لعناصر لها يعني شأن مباشر ودخل تدخل مباشر على الأرض. من هنا دعيت في الحقيقة العناصر الإرهابية ما يسمى بالمعتدلة أو غير المعتدلة، فيعني هو اللقاء أمني أكثر مما هو لقاء سياسي استرانيا. ومن هنا لا نبني آمالا كبيرة سياسية خصوصا للحل الناجع فيما يتعلق بالأزمة السورية. طيب، أشكرك السيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق، كنت معنا عبر خدمة السكايب من طهران. شكرا لتواجدك معنا، شكرا جزيلا، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الإخبارية السورية على متابعة هذه التغطية. مستمرون معكم دائما على رأس الساعة بأمان الله.